ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الثور ليوم الثلاث 7 فبراير 7 شباط 2023. هيبقى عندك حاجة النهاردة مش هتعرف تقاومها، فيها توسع، كل ده هيخلصك من الشكوك اللي بتعتبر مش ضرورية في يومك بسبب انك كنت بتفرط الفترة اللي فاتت في اكلك، خاصة انك كنت المسؤول الاساسي عن انك تحس بتقل في جسمك. هتبتدي تحتاج انك تقضي وقت اكتر وتقوم من خلاله بتمارين بدنية مريحة ليك اكتر. هتبتدي تتناوب النهاردة بطريقة مناسبة علشان تعرف ايه الحاجة الغامضة اللي في حياتك. حتى لو كان عندك عطش انك تبص لمستقبلك هيكون انت قادر تعمل كده. ما تدقش النهاردة نقوس الخطر اللي بيبقى في طريقك لو ما كنتش متأكد من الحقائق اللي قدامك، لانك هتتمكن من انك تناقشها بشكل مباشر وهتوضح نقطة كانت مش واضحة بالنسبة لي. فما فيش داعي للهروب النهاردة في اليوم، هتبتدي تتكشف قدامك كل الاوراق واحدة ورا التانية. بالنسبة ليك هتحتاج انك تضع حد اكتر لمصاريفك عشان تتجنب انك ما تستنفذش كل الاموال اللي في جيبك على حاجات ممكن تعتبر ملهاش داعي. هيكون في شوية توتر في شغلك، لكن هتبعد عن كل الامور اللي بتبقى بتثير جدل عندك. مهما كنت بتعمل ما تتورطش زيادة فيها. بالنسبة ليك النهاردة يا سهور، توقعات العشرية الاولى مواليد 21 ابريل لواحد مايو، هتشجعك السما اللي بتعتبر هادية عشان تفرز وتخزن وتعد، لان يوم حلو جدا لو حبيت ترتب خزانتك الخاصة او حتى دولاب حياتك. هيقودك كل ده اكتشافات كتير مهمة انت ما كنتش واخد بالك منها الفترة اللي فاتت. بالنسبة لك النهاردة يا سور، توقعات العشرية التانية اللي هم مواليد 2 مايو ل11 مايو، هتبتدي تحتاج انك تضبط نفسك اكتر، عندك راحة، هتبص كويس لكل التوقعات اللي عندك في علاقاتك، في امورك المالية والشغل. هيكون عندك مرجحات كتيرة هتكون من خلالها قرارات انت مش عارف تتخذها بشكل كويس ومش عارف تضعها موضع لترحيب خاص فيك. النهاردة في فرصة تفرز بيها انطباعاتك وكل الحقائق اللي عندك واللازمة ليك. بالنسبة ليك النهاردة، توقعات العشرية التالتة مواليد 12 مايو ل20 مايو، هتبقى بتدير أصولك بشكل أفضل من أي وقت. هتضعها النهاردة في أمان كبير وهتثبت من خلالها كل أصولك، وهيتحسن وضعك المادي لو تخللت عن تجاوزات كتيرة فيه. هتواجه شوية مقاومات لكن هتقوم بأنك تتجاوب معاها بشكل مثير. عندك اجتماعات كتيرة هتعتبر وعدة في الفترة الجاية، خليك مستعد.